إذن يبدو أن إسرائيل خرجت من حالة الارتباك السياسي نحو تشكيل حكومة ائتلافية برأسين. نتنياهو وغانتس سيتقاسمان رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد قرار قضائي يسمح لنتنياهو بالرئاسة، حكومة يراها العديد من المراقبين يمينية متطرفة وماضية قدما بتنفيذ بنود صفقة القرن وربما أكثر. التوقعات تشير إلى أن حكومة الاحتلال ستصدر قرارات قريبة بضم غور الأردن والمستوطنات فضلا عن أجزاء أخرى من الضفة الغربية. كل هذه التطورات تأتي على وقع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تل أبيب الأسبوع. القضية الفلسطينية حلت كذلك ضمن سباق الرئاسة الأمريكية. المرشح الديمقراطي جو بايدن أكد أن على بلاده الضغط على إسرائيل لمنع فرض السيادة في الضفة الغربية والأغوار وتعريض حل الدولتين للخطر، لافتا إلى أنه وفي حال انتخابه رئيسا سيستأنف مساعدة الولايات المتحدة للفلسطينيين ويعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وسيسعى كذلك لإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. سلطان القيسي يستعرض لنا الواقع الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. إذن سلطان، التطورات تتسارع، الحكومة الائتلافية اليوم برأسين بأمر قضائي ما ينهي حالة الارتباك السياسي بعد ثلاث انتخابات متتالية في إسرائيل. في المرحلة الأولى سير بنيامين نتنياهو هذه الحكومة، ثم لاحقا بني غانتس. هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وسط تعهدات أمريكية بأن الولايات المتحدة لن تعارض أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وإعلان السيادة على الغور. نعم طارق، في الحقيقة الحكومة الإسرائيلية المرتقبة هي خطوة بعكس اتجاه حل الدولتين، وذلك بسبب الشروط التي فرضها الليكود من أجل تشكيل حكومة وحدة أو حكومة ائتلاف، والقاضية بتثبيت قانون القومية وتثبيت كل القوانين المتعلقة باستيلاء على أراضي جديدة في الضفة الغربية. نتابع آثار هذه الحكومة المتوقعة معا. تناوب كل من نتنياهو وغانتس على قيادة الحكومة الإسرائيلية قد يخلق تحديات جديدة على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بحل الدولتين والتصعيد الذي فرضه شرط الليكود لتوقيع الاتفاق والمتعلق بقانون القومية وتوسيع نطاق الاستيطان. التعديل الجديد الذي أقره الكنيست يسمح لنتنياهو بتولي رئاسة الحكومة لمدة عام ونصف العام، ثم يليه غانتس في المنصب لفترة مطابقة، بحيث يتولى نتنياهو الحكم حتى نوفمبر 2021، يليه غانتس حتى منتصف عام 2023، ليتم تقاسم رئاسة الحكومة مجددا في الفترة المتبقية حتى تشرين الثاني من عام 2024. وقد اتفق الطرفان على تشكيل حكومة جديدة وإعلانها في 13 من أيار الحالي. القرار الذي لاقى ترحيبا لدى جمهور نتنياهو المتهم بقضايا الفساد وغانتس المتهم بجرائم حرب، لاقى أيضا انتقادات عديدة، منها ما وصل على شكل التماسات للمحكمة العليا لإلغاء الاتفاق الائتلافي بينهما لتشكيل حكومة وحدة، وذلك على خلفية اتهامهما بالتغرير بالجماهير، إلا أن المحكمة رفضت هذه الانتقادات. انتقادات أخرى تلقاها القرار من أحزاب كانت متحالفة مع غانتس ورأت أنه قام بتضليل الناخبين من خلال اتفاق وصفوه بالخنوع والفاسد. صدور قرارات قضاء المحكمة بالإجماع شكل مفاجأة بالنسبة للجمهور، حيث سادت توقعات إسرائيلية بأن يبدي قضاة اعتراضا على البند المتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاء. المحكمة غلفت موافقتها بتوقعات بظهور مشكلات جديدة، مؤكدة أن القانون يسمح لنائب يواجه لوائح اتهام في قضايا جنائية بتشكيل حكومة، إلا أن ذلك لا يعني تجاهل اعتبارات أخرى، في إيماءة إلى عدم إمكانية
إسقاط تهم نتنياهو. الأهم من ذلك أن الحكومة الإسرائيلية الوشيكة تأتي مفصلة على قياس بنود صفقة القرن والرعاية الأمريكية لرغبة الليكود بالاستيلاء على مناطق جديدة تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تسهم بشكل بالغ في دفع عجلة الاعتداء، ما قد يشكل الهزة الأخيرة لبناء حل الدولتين المتداعي جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واستخفاف الاحتلال بالشرعية الدولية. إذن طارق، مواصلة الاستخفاف بالشرعية الدولية والانتقادات لخرق القوانين الذي تمارسه إسرائيل منذ فترة طويلة والذي تدعمه أو جاءت لتدعمه صفقة القرن التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يستغل الكيان الإسرائيلي أو دولة الاحتلال انشغال العالم بجائحة كورونا وتشكيل الحكومة بأمر قضائي لتفرض أمر واقع على الأرض بدعم وانحياز مطلق من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب. الزيارة المرتقبة وماذا سيعلن خلالها؟ ستكون زيارة قصيرة وحتى الآن لم تعرف تفاصيل أوفى عن مضمونها. سلطان القيسي، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. مباشرة أتوجه إلى واشنطن، معي من هنا الصحفية المختصة في السياسات الأمريكية هايفي بوذو. كذلك أرحب من نيويورك بالأستاذ في جامعة مدينة نيويورك الدكتور نصير العمري. كذلك أرحب من القدس بعضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة الأستاذ أحمد الطيبي، وأرحب من مدينة رام الله بعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأستاذ محمد الحوراني. أهلا بكم جميعا. أستاذ محمد الحوراني، سأبدأ معك. التطورات تتسارع على الأرض، هناك حكومة ائتلافية يمينية متطرفة بأمر قضائي، بومبيو الأسبوع في تل أبيب، التطورات تتسارع على الأرض والضم ربما يكون قريبا. السلطة الفلسطينية كيف تتابع ما يجري؟ نعم، وفي الواقع ما يجري ويكون قد تم يعني تشكيل هذه الحكومة وقيادتها لسياسات إسرائيل، نتعاطى مع هذا الأمر بمنتهى الجدية، ونعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة خطرة بالمعنى الاستراتيجي على كل شيء. هي أصلا جزء من الاتفاق الذي كونها، قام على تفاهم مسبق يتعلق بالضم وتوسيع الاستيطان. هذا يضع القيادة الفلسطينية بصراحة أمام، يعني يضع ظهرها للحائط. لا يوجد عمليا لدينا خيار سوى إعادة النظر جذريا في كل المسار السياسي الذي تنكرت له إسرائيل. لم يبقى في أي مسافة أخرى لتقطع، يجب أن ننشئ سياسات جديدة تتعامل، أنه لا يوجد مسار سياسي ويوضع على الطاولة كل الاحتمالات، وأولها بصراحة غير الربط مواجهة هذا القرار الخطير، لأن كل أراضي عمليا إن كان القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراضي في ضمن القانون الدولي، هي أراضي تعتبر محتلة. إسرائيل تذهب بعيدا وتعتقد واهمة أنها بالقوة والقوة فقط يمكنها أن تفرض على الفلسطينيين حلا بعدها يعني نصمت عنه ونقبله. الحل بالنسبة لإسرائيل هو السيطرة على كل أراضي وترك الفلسطينيين في معازل، مستغلة طبعا وضع العالم العربي، انشغال العالم بكورونا وكل شيء، ولكن هذا الأمر يدفع الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة أخرى، إلى مربع لا يوجد فيه عمل سياسي، ويكون هذا عمليا هو اختيار نتنياهو الذي سيسجل التاريخ أنه هو بالضبط، صح مع غيره، ولكن هو بالضبط من قوض وأنهى عمليا كل العملية السياسية نتيجة لإيماناته برؤى خلاصية ويمينية متطرفة وعنصرية في نفس الوقت. طيب أستاذ أحمد الطيبي من القدس، ما هو النقاش الدائر حاليا في إسرائيل حول موضوع الضم؟ هل من آراء متباينة أو ربما أصوات تحذر من خطوة أحادية الجانب وتبعات ذلك؟ عندما نجح بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة الخامسة وزحف إلى هذه الحكومة بيني جانتس وحزبه كحول لبان، أعتقد
أن هذا رسخ أن هذه الحكومة هي حكومة ضم، هي حكومة برنامج ترامب، لأنه أحد المبادئ الأساسية في البرنامج السياسي والاتفاق الائتلافي يتحدث عن أنه عملية الضم ممكن أن تكون أن تبدأ في أول شهر تموز وبموافقة كحول لافان وبيني جانس. ولذلك لا يوجد عائق حزبي داخلي في الائتلاف أو في الكنيست اللهم سوى المعارضة نحن. وهناك بند يتحدث عن موافقة دولية، ولكن نتنياهو يعترف أن العالم كله هو الولايات المتحدة، ولا أي لا يعطي أي اهتمام لموقف أوروبا أو حتى موقف العالم العربي. ولذلك أعتقد أن زيارة بومبيو القريبة أحد أهم النقاط التي ستبحثها هي قضية الضم، التوقيت وضوء أخضر نعم أو لا لعملية الضم. هذا أحد الأعلام السياسية لهذه الفترة لحكومة بنيامين نتنياهو. طيب أستاذة هايفي بوذو من واشنطن، ما هو تعريف الإدارة الأمريكية للشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وحل دولتين، حيث الإجماع الدولي والعربي على هذا الحل؟ نعم، يعني كما رأينا هذه الإدارة على الأقل تقوم حاليا وقامت بدراسة وتقديم خطة لبدء مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هذا الذي لم نراه من الحكومة الأمريكية السابقة التي رئيسها باراك أوباما وكان نائبه أيضا فيها جو بايدن، التي لم تقم بأي خطوات للبدء بمباحثات حقيقية لإيجاد حل لهذا الصراع. لذا هذه الإدارة قدمت نوعا من الخطة التفصيلية التي واجهت الكثير من المشاكل العالقة. طب تعتبرين ذلك إنجازا للإدارة الأمريكية أستاذ هايفي؟ هو طبعا نقطة هامة جدا لبداية مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هل يريد الجانب الفلسطيني استمرار الصراع إلى ما نهاية؟ هل يريد أن يكون هناك أيضا فكرة المحور المقاومة بين قوسين لصناعة الهجمات والأسلحة التي تعطيها إيران لمثلا غزة وصواريخ القسام؟ هل يعني تتحدثين عن جانب الفلسطيني كأنه هو الذي يحتل الأراضي وليس إسرائيل، كيف يمكن أن يقبل الفلسطينيون بدولة مستقلة له؟ دعني أكمل لو سمحتي. والتصور أمريكيا وإسرائيليا لها أن تكون دولة مفككة بدون قوات مسلحة أو سيادة على حدودها ومجالها الجوي، وتضم كما تشاء الأراضي الفلسطينية وتضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية. نعم، يعني تستطيعون أن تكرروا هذه الشعارات، ولكن على أرض الواقع هناك صفقة معدة يستطيع الجانبين بدء المفاوضات حولها والاتفاق من الجانبين، ويوجد هناك تنازلات يجب أن تكون من الجانبين للتوصل إلى حل يرضي الطرفين. هذه هي فكرة أن يكون هناك صفقة مقدمة من قبل الولايات المتحدة. إدارة باراك أوباما تقول بأنه وكما يعني يوعد اليوم جو بايدن وهو استمرار الحل والوضع كما هو. هل نريد حياة أفضل للشعب الفلسطيني؟ إذا ما أردنا حياة أفضل للشعب الفلسطيني يجب أن يكون جوهر الصراع أستاذها هايفي بين بالنسبة للفلسطينيين والعرب أكثر من مجرد تحسين ظروف معيشية. هي ليست فقط ظروف معيشية، أنا كأم أريد أن يكون لأولادي فرص معيشية وأن يكون لهم مستقبل وأمان وجانب اقتصادي ترفيهي يستطيعون أن يعيشوا بحياة جيدة وكريمة. هذه هي الحياة التي يجب على كل أم وكل أب وكل شاب يعني يريد أن يكون له مستقبل، هو أن يفكر بأنه كيف هو سيكون نوع الحياة التي سأعيشها وسيعيشها أولادي. الاستمرار على ما كما هو عليه الآن هو، لكن هذا هذا حق لكافة الشعوب. هل هو حق لإسرائيل وممنوع على الجانب الفلسطيني أو على الفلسطيني على الأب والأم أن يحمي أطفاله وأن يعيش حياة كريمة وينشد السلام؟ الشعب الفلسطيني هو الذي ينشد السلام. أستاذ محمد الحوراني، استمعت إلى موقف الأستاذ هايفي، يعني أريد أن أستمع إلى وجهة نظرك. صفقة وإنجاز للإدارة الأمريكية وفرصة فريدة ربما للشعب الفلسطيني كما تقول ضيفتي من واشنطن.
طبعا انا سمعت هذا كلام صراحه، يعني متعلق بترويج يعني صفقه، كانه لا يوجد هناك قانون دولي. الشعب الفلسطيني قبل بقرار الشرعيه الدوليه التي قررت في المؤسسات الدوليه، مع انها اصلا تنتقص من حقه الا انه هو قبلها. الان الشعب الفلسطيني غير مجبر اطلاقا تحت بعض الشعارات المتعلقه يعني ان نتمسك بالحياه. الشعب الفلسطيني متمسك بالحياه، متمسك بالامل دائما، لذلك لم ينتج عند الشعب الفلسطيني قوة متطرفة شاركت لا مع داعش ولا مع ما يحزنون، لأن الشعب الفلسطيني لديه إيمان عميق بعدالة قضيته، وهو يعتقد أن الطريق وتواضع وتوافق مع العالم العربي ومع المجتمع الدولي لحل هذا الموضوع هو القانون الدولي. الآن حكومة ترامب، وربما تعلم جيدا السيدة هايفي أن هذه الحكومة وبنس تحديدا هو من الفانجيليكنز المتجددين الذين لديهم رؤية خاصة لفلسطين كأرض يعني لا لزوم حتى لوجود الفلسطينيين عليها. تقدم الإدارة الأمريكية بدعم إسرائيل في كل خطوة بما فيها الضم مسبقا، كما صرح فريدمان سفيرهم قبل أيام، بومبيو يأتي لإعطاء الضوء الأخضر، أغلقت سفارة الفلسطينيين، منع عن مدارسهم المساعدات المالية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة، ويقولون بعد ذلك أنه على الطرفين أن يتفاوضوا. هاي نوع من المسخرة أو الكوميديا السوداء التي يجب أن تتوقف فورا. الشعب الفلسطيني هو المعتدى عليه، هو الذي وقع عليه الاعتداء. إحنا أكثر من يعرف قيمة السلام في على وجه الكرة الأرضية هم الذين افتقدوا السلام، نعم، والذين عانوا من سياسات الاحتلال الذي أخذ بيوتهم ومكتبات بيوتهم، نعم، وحدائق بيوتهم وأراضيهم وأشجارهم، ويهدد حياة ومستقبل شبابهم وما إلى ذلك من هذه التفاصيل. طب أستاذ محمد، يعني عندما عاش الفلسطينيين عندما حافظوا على توازنهم، نعم، احترموا القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهم سيستمروا في ذلك. طيب عند أستاذ محمد، إذا لم يفتح باب يؤدي إلى حل ينصف الشعب الفلسطيني ويجعله يعيش كبقية الشعوب كالشعب الأمريكي سيدا على أرضه، إذا الحل المفروض ومسدس على رأس الفلسطينيين لإرضاء نتنياهو واليمينيين هذا لن نقبله. هذا واجب أخلاقي وقانوني يجب أن نرعاه من أجل الأجيال الفلسطينيين القادمة ليعيشوا كما كل الناس على هذه الأرض. يجب أن يتوقف الكذب عندما يريد أحد أن يستمر الاحتلال بصيغ أخرى ويترك الفلسطينيين طيب أستاذ محمد في معازل بدون أي أراضي بدون أي سيادة، وهذا أمر معروف. طيب لا أريد أن تسمعني أستاذ محمد، الفلسطيني يصبو إلى السلام ولكن الذي يضمن حقوقه. طيب يبدو أنك لا تسمعني، سأعود إليك أستاذ محمد الحراني. أستاذ أحمد الطيبي، صياغة الاتفاق ما بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس، هل هو واضح بحيث يحدد المناطق التي تسعى دولة الاحتلال إلى ضمها؟ لا، هو لا يحدد المناطق، ولكن الكلام يدور حول مناطق جيم وربما حول عدد من المستوطنات الكبيرة، مع الأدوميم، منطقة غور الأردن. ذكرت هذه الأسماء وذكرت هذه المواقع مرارا من قبل أطراف الحكومة الإسرائيلية وأطراف يمينية وبنيامين نتنياهو نفسه. والمشكلة أيضا أن في حزب كحول لبان وحزب غانتس مبدئيا يؤيدون فكرة ضم منطقة غور الأردن، مع تحفظ أنه يجب أن يتم هذا مع موافقة دولية وألا يمس باتفاقات إقليمية موقع عليها دولة إسرائيل. نتنياهو وعد اليمين أساس الانتخابات الأكثر تكرارا كان أن يتم هذا الضم، ضم المستوطنات جميعا أو قسم منها وضم منطقة غور الأردن، ويجب أخذ هذا الوعد على محمل الجد، وخاصة أن الضم هو جزء من خطة ترامب. أنا سمعت ضيفتك من واشنطن السيدة هايفي أعتقد، نعم، ما تحدثت به هو منطق أعوج، لأنه هو منطق مثلا إذا جاء حرامي على بيتك السيدة هايفي وسرق المطبخ والصالون وغرفة النوم، ثم يقول لك أو تأتي صحفية إليك تنصحك مثلا أنه أحسن تفاوضي مشان حياة كريمة
وهي صفقة مفاوضات مش زي الوضع اللي كان سابق. لا يمكن شرعنة أكبر عملية سطو أراضي في التاريخ الحديث، وخطة الضم مخالفة للقانون الدولي. الاستيطان هو جريمة حرب طبقا للقانون الدولي، ولكن ترامب يقول أنه لا يعترف في القانون الدولي، وقال ذلك مرارا وتكرارا. لست مغرما بالإدارة السابقة التي لم تفعل شيئا، وأنا أوافق على ذلك سوى الكلام، مرة معسول مرة شبه معسول، ولكن هذه الإدارة تلغي تماما أن هناك جانب فلسطيني. وتصريح بومبيو قبل 10 أيام بأن قضية الضم هي شأن إسرائيلي بحت، هذا كلام غاية بالإمعان بإلغاء وجود الشعب الفلسطيني. الأراضي هي فلسطينية، فكيف هو شأن إسرائيلي؟ هذا كلام كولونيالي. إحنا لا يجب أن ندفع المعايير الانتخابية للرئيس ترامب مع اليمين في الولايات المتحدة، وليس هكذا يجب أن تتصرف الدولة الأقوى في العالم في تعاملها مع الصراعات، لأن هذا يغذي الصراع ويؤدي إلى دهورة المنطقة لإمكانية مواجهات. لا يوجد أي إنسان، لا فلسطيني ولا أردني ولا عربي ولا مسلم ولا نصف الإسرائيليين يؤيدون الضم، لأنه هذا إنهاء كامل لأي فكرة لإقامة دولة فلسطينية. ونتنياهو معني بذلك ويقول لا أريد أن تكون دولة فلسطينية ولن تكون دولة طالما أنا رئيس الوزراء، وهو يعمل من أجل تجسيد هذه المقولة يوميا في السياسة. نعم أستاذ هايفي، استمعت إلى ضيفي أحمد الطيبي وكذلك الأستاذ محمد الحوراني، إذا كان لديك أي تعليق. ثم سؤالي، هل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية ثانية بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب الأرواح وحقوق المستضعفين وكذلك الحقوق المنهوبة والمسلوبة؟ نعم، يعني أود التنويه لأمر بشكل سريع، وهو كما قال السيد أحمد الطيبي بأن هذه الوعود التي أطلقها بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية وللجانب اليمين ولأقصى اليمين في إسرائيل، طبعا الآن لدينا حكومة ائتلاف في إسرائيل من اليمين والوسط ووسط اليسار أيضا. وأيضا لا أعلم، عندما يتحدث السيد أحمد الطيبي، يعني أنت عضو في الكنيسة الإسرائيلي، يعني أنت إذا كان هناك دولة فلسطينية غدا، هل ستكون من الأشخاص الذين ينتقلون لكي يصبحوا مواطنين في هذه الدولة، أم من أغلبية الشعب أو العرب الإسرائيليين الذين يريدون البقاء كإسرائيليين والمحافظة على هويتهم وباسبورهم وجواز سفرهم الإسرائيلي؟ هذا سؤال مهم جدا. ولكن بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما قلت، هذا موضوع هذه الصفقة هو عرض وخطة للسلام أمريكية لبدء مفاوضات بين الجانبين. إذا أردنا أن نتقدم في هذا الموضوع وأن لا تستمر هذا الصراع الذي لا يؤدي إلى أي شيء إيجابي للفلسطينيين قبل الإسرائيليين، يجب أن نقول بأننا معا للبداية بنوع من المفاوضات لحل سياسي. هذا عندما تكون سيدة هايفي، عندما تكون هذه الخطة عادلة ومتوازنة ومستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وليست منحازة بشكل كامل إلى إسرائيل، عندها نقول في إيه؟ في شأن المفاوضات. ولكن لماذا لا نبدأ بهذه المفاوضات لنعلم ما هي الأشياء التي يستطيع فيها الفلسطينيين؟ يعني منطق العرب قبل الحصان لا أدري كيف سيعمل. عفوا، العرب قبل الحصان كيف سيعمل؟ من سيجر؟ السلام هو المفاوضات للوصول إلى صفقة حقيقية واقعية لإنهاء هذا الصراع الذي لم يفد. يعني أعطاكي أستاذ هايفي، أعطاكي أستاذ أحمد الطيبي مثلا، لو أحدهم قام لا سمح الله بسرقة بيتك الصالون ثم أتى إلى المطبخ وغرفة النوم ثم أجاء الصحفية لتفاوضك على إعادتها ضمن مفاوضات، هل هذا المنطق مقبول بالنسبة لك؟ الطيبي هو عضو في الكنيسة الإسرائيلية. أنا سألتك، يعني أجيبيني، سيجيبك بلا شك، سيجيبك، سأعود إليه.
يعني الديمقراطية في إسرائيل أعطته هذا المنصب، ولكن لنقول شيئا بكل وضوح، نحن اليوم بعد 72 عاما من صراع لم، وكل هذه الشعارات التي تقولها لم تفيد الفلسطينيين بأي شيء، لم تفيد المنطقة بأي شيء، المنطقة بكاملها رهينة لهذا الصراع الذي لم يخرج منه غير سوى الدماء والقتل. لولا تشجيع البعض قد يرد عليك، لولا تشجيع الإدارات الأمريكية المتعاقبة وخاصة الإدارة الحالية لما تمادت إسرائيل إلى هذا الحد. هذه الإدارة الأمريكية هي ليست مسؤولة عما وصلت إليه الأمور، هناك إدارات أمريكية. أليست قوة عظمى؟ أليس من واجب القوى العظمى إقامة العدل والدفاع عن الحقوق؟ ولماذا تسمى قوة عظمى إذن؟ هذه الصفقة في الحقيقة تقدم الكثير من الحلول للمواطن الفلسطيني العادي الذي يريد حياة أفضل لأولاده، هي بداية لنقطة بداية لمفاوضات قد تضمن حقوق للفلسطينيين لم يحصلوا عليها. لكن هناك الكثير سيدتي، هناك الكثير من المبادرات، مبادرة العربية للسلام، قرارات الشرعية الدولية 2-2-4-2-3-3-8، الكثير من القرارات الشرعية. لو كان هناك التزام للإدارة الأمريكية وهناك ضغط حقيقي على إسرائيل لكان حلت القضية الفلسطينية. طيب نحن اليوم مع إدارة أمريكية تريد قيادة هذا النوع من المفاوضات، إذا ما يعني كيف لها أن تقوم بهذا الدور؟ كيف لها أن تقوم بهذا الدور هايفي وهي منحازة بالكامل، لا تضغط إلا على الجانب الفلسطيني، إغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، محاصرة الأونروا، حاولت إغلاق ملف اللاجئين، تشجيع إسرائيل على الاستيلاء على الأموال الفلسطينية، لا أفهم هذا المنطق. أستاذ أحمد الطيبي أود أن أستمع منك لإجابة، أنت عضو في الكنيسة الإسرائيلية كما تقول أستاذة هايفي، ماذا ستختار غدا؟ كيف ترد عليها؟ أنا في الأول وصفت كلامها حول خطة ترامب أنه منطق أعوج، والآن تأكدت من أنه فكرها أعوج. شو يعني أنت عضو كنيسة إسرائيلية؟ يبدو أن مفهومك للديمقراطية مشوه للغاية وأنت تعيشي في الولايات المتحدة. أنا عضو في الكنيسة لأنه شعبي انتخبني بشكل ديمقراطي لمؤثر، لأطرح مواقف شعبي وموقف القائمة المشتركة المعارضة لبنيامين نتنياهو ولعنصريته والمعارضة للاحتلال. نريد أن ينتهي هذا الاحتلال لتقوم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وهذا موقف سياسي. يعني كل ما لازم عضو كنيسة لازم يكون مؤيد لنتنياهو، أنت يمكن مؤيد لنتنياهو، نحن نعارض نتنياهو بدنا نسقطه، واشتغلنا على أساس ذلك. مفهومك يا ستي صحفية، مفهومك للديمقراطية مشوه، ويبدو أنك بتعرفي الجانب الإسرائيلي من مقابلتك مع داني دانون بس، يعني مع فاشيين. أنا شايف أنه فكرك متأثر بترامب بداني دانون، وكثير مغرمة أنت بالديمقراطية الإسرائيلية اللي نص المجتمع الإسرائيلي ينتقدها. مبروك عليك هذا العشق للديمقراطية الإسرائيلية المزورة. أنا هون في وطني، تسأليني وين بدي أروح؟ أنت هذا سؤال واقع. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد طيب حتى ننهي هذا الجدل، أرجوك أستاذ أحمد الطيبي، يعني حتى نحافظ على الهدوء والقواعد المتبعة في الحوار. أنا هذا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد وإعطاء العباد، أنا إنسان منتخب وأمثل. هي تبدي رأيها وأنت أعطيت رأيك أستاذ أحمد الطيبي، أرجوك وسأبقى معك. ليس هناك ثمة من يحذر ربما في إسرائيل بأن خطوة كهذه أيضاً، وإعلان السيادة يعني قريبا ان تمت، هي بمثابه تصفيه لحل دولتين، وبالتالي الفكره الدوله الواحده هي الامكانيه البارزه الوحيده، وتعلم ان فكره الدوله الواحده يعني نهايه حلم الدوله اليهوديه الديمقراطيه المزعومه. نتنياهو يفاخر بانه قتل حل الدولتين، وترامب واداره ترامب تعمل على منع اقامه حل الدولتين. اصداع دوله فلسطينيه اللي جاء في خطه ترامب هو مهزله، هو إقامة دولة مسخ بدون القدس، بدون حدود. شو يعني دولة بالقانون الدولي؟ حدود، سيادة، ولا يوجد لا حدود ولا سيادة ولا إمكانية لإقامة دولة بشكل جغرافي. ولذلك الحديث يتم عن بنتستونات. الشعب الفلسطيني لم يناضل مشان يحصل على بنتستان بباكس أمريكا. نريد أن تقوم هناك دولة إلى جانب دولة، هذا هو تجسيد حل الدولتين
كما يراه المجتمع الدولي في غالبيته. المجتمع الدولي في غالبيته يؤيد حل الدولتين. بما أن نتنياهو وترامب يعملان على وأد حلم الدولتين ورؤية الدولتين، مش حلم، رؤية الدولتين، هناك من يطرح أن الخيار الذي يبقى هو الدولة الواحدة اللي فيها يعيش إسرائيليون وفلسطينيون، يهود وعرب، ولكن بإمكانيتين، إما بحقوق متساوية وهذه ديمقراطية في دولة واحدة، أو لليهود في حقوق كاملة، وفي هناك نوع من السكان اللي هم الفلسطينيين لا يصح لهم الانتخاب، كما يطرح حزب يمينة نفتالي بنت وبعض أقطاب الليكود. هذا سياسي أبارتهايد، لن نقبل ولا يقبل العالم، لن يقبل الأبارتهايد. طيب. ولكن إذا أراد نتنياهو دولة ديمقراطية واحدة من البحر والنهر، أهلا وسهلا. طيب. هو الذي قرر ذلك. طيب. والديمقراطية هي التي طيب. ستحكم. أستاذ محمد الحوراني، في مسهل هذا اللقاء كنت أشرت إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة، ألا يأتي ذلك متأخرا؟ هناك قرارات جاهزة من المجلس الوطني، من اللجنة المركزية، وحتى الآن لم تنفذ. ألم يحن الوقت لاتخاذ قرار شجاع من قبل السلطة الفلسطينية؟ نعم، حان الوقت أن يؤخذ قرار حكيم شجاع مدروس ولكن جذري، يدرك أساسا أنه لا مسار سياسي، والمسؤول عن غياب هذا المسار هو في الواقع نتنياهو وحكومات الاحتلال المتعاقبة. أي أننا كفلسطينيين يجب أن نتعامل مع هذه الحقيقة المرة كما هي. ندرك أن دولة الاحتلال بكل إمكانياتها ومعها إدارة ترامب التي تستعمل كل ثقلها لتكريس الاحتلال وتكريس سياسات عنصرية. أنا أسمع ضيفتك بصراحة في أمريكا وأستغرب، لأنه الحرية هي من حق الجميع، العدالة هي من حق الجميع، الكرامة هي من حق الجميع، والضحية للاحتلال هو الشعب الفلسطيني، مش الإسرائيليين اللي بيعانوا من احتلال الفلسطينيين. الآن غير اجتماع فلسطيني يؤخذ فيه قرارات وانتهاء سياسات جديدة تقوم على رفض الاحتلال وتقوم على المقاومة وعلى تكريس وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض كقيمة مقدسة، من أجل تثميرها باتجاه مزيد من التثبيت وإسقاط سياسات إسرائيل. هذا واحد. اثنين، أنا أعتقد أنه يجب على القيادة الفلسطينية مع الأشقاء في العالم العربي، برغم كل ما يعتري العالم العربي من يعني مظاهر نراها، من إنشاء سياسة موحدة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، لأنه في الواقع هو موضوع عربي بامتياز، وكذلك مع الأطراف الدولية. بالمناسبة حتى الآن هي نقترب من قرار الضم إسرائيل، وهناك عوامل جس نبض. لو كان هناك موقف عربي أقوى، يعني بانتظار أستاذ محمد الحوراني، يعني أعذرنا الوقت داهمنا في هذا الموضوع، أن يأتي أن توضع القرارات الفلسطينية موضع التنفيذ على الأرض. أنا أشكرك الأستاذ محمد الحوراني، عضو المجلس الثوري لحركة الفتح، كذلك أشكر الأستاذ أحمد الطيب، عضو الكنيسة عن القائمة العربية المشتركة، ومن واشنطن الصحفية المختصة في السياسات الأمريكية الأستاذة هايفي بوذو. شكرا لكم جميعا.